السلام عليكم، معاكم الدكتورة مريم، استشارية الأمراض الباطنية والروماتيزم في مستشفى الملك حمد بالإرسالية الأمريكية. اليوم بنتكلم عن أمراض الروماتيزم. هي مجموعة من الأمراض المناعية اللي تحصل عندما يهاجم جسم الإنسان نفسه بدل الميكروبات والجراثيم. الأعراض الشائعة لأمراض الروماتيزم تكون عادة ألم شديد في المفاصل يصاحبه انتفاخ وإحمرار شديد، وبعد ممكن يكون طفح جلدي في الجسم أو جفاف في العين والفم. في حالة وجود هذه الأعراض يفضل زيارة طبيب الروماتيزم لطلب الأشعات والتحاليل المناسبة، وعند الوصول إلى التشخيص القيام بوصف العلاج المناسب. وسلامتكم.